عايز اسال لو مثلا حد يبقى ليه اتنين اب اعتراف في نفس الوقت. لو ايه؟ اتنين اب اعتراف في نفس الوقت. اتنين اب اعتراف في نفس الوقت؟ السؤال ايه بالظبط؟ ينفع يجوز ولا يجوز؟ لا ينفع يجوز. والسبب لو لا ايه السبب يعني؟ اوكي. الفكرة يكون بالكنيسة علمتنا انه لنا اباء ومرشدون كثيرون زي ما قال معلمنا بولس الرسول وفي رسالته الى اهل العبرانيين. فكرة انه يكون في اب اعتراف واحد حتى تنتظم حياة الانسان وتنمو حياته الروحية نمو سليم. احنا عارفين ان الكل بيكون عنده ارشاد من الروح القدس، وبالتالي اذا كنت اؤمن انه اب اعترافي دي الله بيديه ارشاد بالروح القدس فانا بفضل مع اب اعتراف واحد حتى لا يصطدم او لا يعني يتعارض تدريب او ارشاد الاب دي مع الاب دي. الاثنين في الاخر حيوصلوا الى خلاص الانسان، بس لكن ممكن الانسان يقول طب امشي مع اب اعترافي دي ولا امشي بالارشاد ده. بالضبط كده زي ايه؟ لو حابين ان احنا نشبهها زي الانسان لما يكون عنده الدكتور، لو مشى لكذا دكتور حيمشي الدكتور الاولاني ده الدكتور بتاعه. افرض الدكتور بتاعه مش موجود، هيجي دكتور تاني هيقول له بتشتكي من ايه؟ هيفضل يعيد المرض بتاعه من اول وجديد، كل ما يغير اب اعترافه هيبتدي يعيده اي جديد. اسف الدكتور بتاعه. انا خايف ان يكون نفس الحكايه ممكن تنطبق على الاب الاعتراف او حياه الانسان الروحيه. اب الاعتراف لما يكون واحد بيساعد الانسان زي ما بقول على نمو سليم لحياته الروحيه، بيعرف احتياجي، بيعرف ضعفاتي، بيعرف ايه اللي انا ممكن ان انا اعمله وايه اللي ما اقدرش ان انا اعمله، التدريب الروحي اللي بدهولي. وهكذا لما بستمر مع اب اعتراف واحد بيقدر ان هو يدربني وبنمو نمو صحيح. هنا لا يمنع ان يكون الاب الثاني هو مرشد روحي، هو مرشد روحي. الآباء علمونا انه ممكن يكون في اب مرشد روحي بس في اب اخر هو واحد هو ثابت مع اب الاعتراف. نفس الحكايه هقول تنطبق على حياتنا الجسديه، الدكتور بتاعي هو اللي يعرف تاريخ المرض بتاعي كله، اي دكتور تاني مجرد الاعراض اللي انا بذكرها له في لحظه المرض دي هيديني عليها علاج، مش بالضرورة انه لازم حيرجع الى تاريخ المرض لانه ممكن تكون حاجة عابرة. فبالتالي هنا عملت ايه؟ انا اخذت ارشاد من الدكتور دي بحسب الحالة اللي انا فيها دلوقتي، واخد بالك؟ فاذا الكنيسة بتنصح او بتفضل انه هو يكون اب اعتراف واحد، وبالتالي الاب الثاني بيكون كمرشد روحي بالنسبة للانسان. اباء كهنة في بلاد تانية. Yeah. طب انا ملزمة ان انا اكرر تاني؟ لا. لا. هنا مش ملزمة. انما لما حاجة ما خلاص انتهت. بس انا في الاعترافات الاولانية دي كلها اب اعترافي اداني التدريب. لحد ما وصلت الى حد معين. اوكي؟ طيب. انا الخطيئة خلاص اتمسحت. ما فيش داعي ان انا اذكرها. طب هنا التدريب هيجي اب اعتراف دي هيديني التدريب، يا ترى التدريب دي انا اخدته قبل كده ولا لا؟ يعني هل هبتدي من الصفر ولا لا؟ هنا في الحالة زي دي اذا انا غيرت المكان وبالتالي اقدر اقول محتاج ان انا اغير اب اعترافي بحسب المكان اللي انا موجودة فيه. البعض احيانا بيفضل على اتصال باب اعترافه، لكن برضو الكنيسة بتقول يمكن
مش كل إنسان يقدر إن هو يعني يرتاح في الاعتراف مثلا بحكاية التليفون أو بحكاية الاتصالات، يعني عشان كده بيحتاج إنسان إن هو يشوف أب اعتراف. هنا هرجع وأقول إنه التدريب اللي أنا أخذته، طب ما أنا أخذت التدريب ده وأنا وصلت إلى مرحلة أو حالة روحية معينة، هرجع تاني من الصفر من البداية؟ إلا إذا كان أب الاعتراف بتاعي أو أقدر إن أنا أقول له أنا يا ابونا كنت يعني اعترفت قبل كده وأخذت التدريب ووصلت إلى هذه المرحلة. مثلا أدي كمثال لكده حياة الصوم، فترة الصوم الانقطاعي، أب الاعتراف كل مرة في كل فترة صوم باجي أقعد معاه بتذكر معاه أنا وصلت في فترة الصوم بتاعي لأنهي مرحلة، يا ترى بصوم ساعة، يا ترى بصوم ساعتين، وهكذا بيتدرب معاي. مثلا واحد ما صمش خالص، أب اعترافه ويقول له كده مثلا كل أسبوع امتنع نص ساعة لحد ما توصل في نهاية الصوم إلى وقت معين. التدريب ده في حد ذاته لو أنا جيت غيرت أب اعترافي نفترض في بلد تانية، هرجع وأقول له أبونا هيقول لي لا يعني خلي فترة الصوم بتاعك انقطاعي لحد مثلا الظهر. طب أنا لسه ما وصلتش لحتة زي كده، هبتدي من الأول وتاني ولا هيحصل إيه؟ العملية بتكون فيها نوع من عدم استقرار حياة الإنسان الروحية. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين اللي بقول عليها في أصحاح 13، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. عدد 17 بيقول لنا كده أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون. الحتة اللي أنا عايز أقول فيها بتختلف اللي هو في أصحاح 12، ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ الحكاية دي بتنطبق على حياتنا كأولاد الله وتبعيتنا لكلام السيد المسيح له المجد. لينا آباء كثير علمونا، آباء جسدانيين. كل أب اعتراف هو يعتبر بالنسبة لي أب، مش عايز أقول جسدي، لكن أب روحي. ماشي؟ التدريب اللي بيدهولي من خلال عمل الروح القدس والسلطان اللي ادهوله ربنا، فهو بيديني إرشاد. أي إرشاد زي كده بيساعدني إن أنا أوصل في الآخر إلى إن أنا أحيا حياة مقدسة خاضعا لأب الأرواح اللي هو رب المجد يسوع اللي هو كلمته. فعايز أقول ما نتشككش، لو كان يعني إذا كان كل أب أداني تدريب، المهم في الآخر أنا بوصل إلى التدريب دي إلى يعني حياة مقدسة، حياة مستقيمة بدون أي تزعزع أو بدون أي قلق في حياتي الروحية. بفضل أو ده بتفضل الكنيسة أن يكون لي أب اعتراف واحد، لكن لا يمنع أن يكون لي أباء مرشدين تانيين.